قسنطينة الآن، حيث دخل عمال قسم الصيانة لمصنع الإسمنت والذي يشرف على كل الولايات الشرقية، دخلوا في إضراب مفتوح مطالبين بحقوقهم المشروعة على حد تعبيرهم، حيث طلبوا بمنحة المردودية المتأخرة وكذا إدماج العمال المتقاعدين إضافة إلى تحسين ظروف عملهم الصعبة. للإشارة، هذا الإضراب عطل عمل مصانع الإسمنت خاصة، وقسنطينة تشهد أشغال قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. عبد الجليل حنديس تابعين لسيمو، نخدموا لا سترينت، ما عندنا حتى حقوق فيها، ما نخلصوش فيها. الظلم السوايع زايده، ما ندوهاش كارت الشفاء. انا ما عنديش، عندي 7 سنين نخدم في لسيمو من 2009 جانفي، ملي خشيت ما عندي حتى حق نداوي بالكارت تاع نسيبتي، وراني نخدم في شركه وطنيه. الناس ظلت طايش في الشوانت، هز الكابا وروح، ما كانش بريزون شارج توتال، ما كانش المستخدمين، رئيس مصلحه المستخدمين جيجلي نطالبوا به يتنحى ثاني، هتركش يظلم فينا النقابه نتاع العمال ثاني تتنحى. المهم الحقوق تاعنا كل تتوفر لنا جميع الحقوق تاعنا. الفوائد تاعنا داوها كامل، باه تسمى يمدوا لنا حقنا، راهو داو النص الكبير بكل داو، ما عطاونا حتى دورو. النقابه هما اللي داروها، تاعهم مشكوك تصادر والله كش ما تريكلامي على روحك، هو تاعهم بريزون شارج ما عندناش، ما مديرناش بريزون شارج، نركضوا في الحمام.